والمنطقه الرابعه هنا بمستغانم، لانه وقع ثانيا الى غايه مجيء بعض القياده ومجيء المعركه الشهيره معركه 56 تاع الجبلي، اللي هي وقع الاتصال الكبير ما بين مناطق الولايه الخامسه. وفي الحقيقه في الاخير بانني قدمت جزءا من هذا الكتاب المتواضع، هو كتاب تاريخي علمي اكاديمي اعتمد على شهادات الارشيف الفرنساوي اولا في الدرجه حتى نكون صريح، ثم شهادات المجاهدين، ثم الكتابات الجرائد المعاصره والكتابات المؤرخين الفرنساويين الاخرين الذين كتبوا عن الموضوع. حاولنا ان نقدم جزءا، وفي جعبتنا مقالات كثيره غير موجوده في هذا الكتاب، هي منشوره في النت ومنشوره في كتب اخرى صدرت لي بطريقه الكترونيه مع 14 في المانيا لديك، حول النخب، كتبت حول ثوره بالجزائر بشكل عام والنخب الثوريه. ما تنساوش هذه ثوره لم تاتي هكذا لناس، قال ها واحد منا مجاهد من المجاهدين المثقفين، يعني النخب، وانا مازال واحد منهم، يعني انتم من الشيخ خالي في عمره 89 سنه في الوزان بالمعروف عرفوا بالليلي، اسمه بالليلي معروف مستغل، كان نائب بلدي في سنه 8 اعتقد، هو كان معلم ومدير مدرسه. احكي لي كيفاش بدات الثوره، كانوا يحوسوا على الناس القاريين، يا ولد البطل فرنسا كانت كل مثقف، قال لي هربنا وتحولنا من منطقه الى منطقه حتى ما يكشفوناش، لان المثقف كان عمله نادره، لان الثوره كيف بدات عندكم، بدات بلوس وبدات شعبيه حتى 56 عندما فتح المجال للاحزاب الوطنيه، المثقفين، جمعيه العلماء، اليدما، باش بداوا يستعوبوا، لكن المثقف كان في البدايه صعب جدا. ولذلك كان يقول لي رحمه الله عليه احد مشايخنا اسمه بوطاسة هو بن نعمه معروف رحمه الله عليه، احكي له احنا في جمع الازهار امام احكي لي قصه، يقول لي يا ودي نهار التحقنا بثوره حوالي 500 قندوز التحقت بثوره في المنطقه، شوف يعني ثوره كانت يعني فيها منطقه عشاء مش سيدي علي، كي نقول سيدي علي نقول عشعاشه خضراء، نقول كاع مناطق الظهر يعني مش ما نجزئش، والظاهره هي جزءا من مستغانم ومستغانم جزءا من الجزائر. دائما انا نبغي لك العموميات، ما نبغيش لك تاع التخصيص، قال احنا قمنا بالثوره، بات يقول لك احنا قمنا بالثوره، يا ودي الثوره كانت جزائريه، القياده كانت وطنيه، التنسيق المعلومات كانت وطنيه، وهذا اللي لازم نفهموه، واللي حاولت فرنسا واللي تحاولت الكتابات المحليه الفرنسويه للاسف ان تقزم الثوره، قال لا الثوره غير في الاوراس، كي تروحوا الاوراس ودنا في الكفر، لكن عندما نتبعوا الارشيف تاعهم اللي كتبوه هما نشوف لا ريفوليسيون هذيك كانت بريوديك ماشي انا، كي تروحوا يعني ليكودور اخرى ولا ليزارشيف راهم عندي هنا يعطيك حتى الاسم تاع المجاهدين اللي قلبهم في منطقه الظهراء والعمليات اللي وقعت في كل الغرب الوهراني في وهران في تموشنت في تيارت، لكن الشيء الواحد ان فرنسا سبقت الثوره في الغرب الجزائري، انها كانت استعلاماتها قويه قدرت تقبض على معظم العناصر الفعاله في لوسو حكمتهم في غليزان في تيارت في تلمسان في معسكر في العباس قلبتهم الا منطقه الصحراء ما قدرتش تعرف. لذلك العمليات كانت موجهه، والشهيد محمد رمضان يعتبر الاب الروحي العسكري والسياسي، نقولها بعيدا عن كل، هو الاساس، نعم هناك قاعده، هناك مناضلين، هناك قائد كبير هو برج عمر لا شك في ذلك، وقصه معروفه، ولكن الثوره اوامر، يخضع الثوره، برج ما جاش قبل لا انا ما استعرفش بك يا عبد الملك رمضان، انا ندير ثوره روحي. سي برج عمر عندما قام منظم الافواج بقياده معيه من؟ معيه بالميدي. هذا هو لا ديسبلين ويعرفها اخويا ما نجوش. نعم هناك حركات باللونس، حركه المصاريه، نعم حركه المصاريه في مستغانم في كاف العازو داروا بعض العمليات روحهم، حتى الثوره الجماعه هذوك ما كانوا يحسبوها تاع مصاري الحاج، حتى الثوره 56 تمكنت وبينت حتى خاصه في فرنسا، سي لا باتاي دو فيرن ان فرانس، ماهيش سهله يا جماعه، باسكو المومون ميساليست ولا المومون امانه كانت قويه، وفرنسا حبت تلعب علينا الامور، لكن جبهه التحرير الوطني اصرت انها الممثل الوحيد والشرعي، وان جيش التحرير الوطني هو الوحيد اللي دخل، وهذا هو الذي نجح، وهذا هو الذي لحقيقه تاريخيه ما هربوش منها، ولابد ان نؤكدها، وكانت الحقيقه هذا العمل السري للثوره وهذا التنظيم الجيد هو الذي ادى الى نجاح الثوره رغم المعاناه والتعذيب والتشريد الى غير ذلك. فنقول في الاخير رحم الله شهداء الابرار، اطال الله في عمر المجاهدين، اشكر منها في هذه المناسبه كل من ساهم في هذا التنظيم بدءا من سيده مديره المكتبه العموميه اللي هي متشرفه يعني تنشر جميع يعني كتب اللي شرب ولايه مستغانم، ايضا مدير المتحف الذي لا يبخل علينا وعلى غيرنا في هذا العمل، الساده المنظمون، الكشافه الاسلاميه، النخب، ونشكر النخب المستغانميه بدءا من سي بلغوميدي وزميله وسي سالم وكل مجموعه مزغران النشيطه بقياده مصطفى وسي بالحاج، يعني
إضافة إلى كل الناس الناشطين، لا نقول أي شيء، كل واحد مكانه، حتى واللي اختلف معنا نرحب به معليش. احنا الهمنا هو خدمة الوطن والكتابة مو بموضوعية لهذا التاريخ، هذا اللي نحوس عليه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ بدوي. تفضل تفضل. زيادة زيادة. ربما لك نسيتها.